ليس من قبل قوات النظام المدعومة بقوات حزب الله اللبنانية. اليوم تمكن الثوار من إعطاب عربة شيلكا وتفجير عربة بي ام بي وقتل جميع طاقمها. تحاول قوات النظام وقوات حزب الله اللبنانية التقدم من عدة محاور، محور دنحة ومحور بلدة السحل وأيضا مزارع لما تحاول التقدم من عدة محاور، يتصدى لهم قوات المعارضة المسلحة بكل بسالة وقوة، ولم تستطع حتى هذه من اقتحام بلدة برود الصامدة والتي تخضع لسيطرة كاملة تحت سيطرة الجيش الحر. نعم براء، ما هي صحة المعلومات الواردة عن انضمام فيلق بدر العراقي للقتال إلى جانب قوات الأسد وحزب الله على منطقة يبرود؟ نعم بالتأكيد، هناك شخصيا وجميع الناشطين وثقوا وصوروا وخصوصا على الأجهزة اللاسلكية كيف هناك لهجات عراقية، لهجات لبنانية، يتكلمون كلهم بلهجة طائفية شيعية تابعون لحزب الله اللبناني ولذو الفقار. أيضا هم يتكالبون علينا مع قوات النظام، لكن الثوار يتصدون لهم ولم يستطيعوا حتى هذه اللحظات من اقتحام بلدة يبرود الصامدة. أيضا اليوم كان هناك قصف ممنهج على بلدة يبرود، وكان هناك شهداء بين صفوف المدنيين الذين يتم تهجيرهم نحو بلدة عرسال القلمون الأكثر أمانا. نعم براء الشامي من دمشق، شكرا لك. وفي درعا قالت شبكة شام أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة والدبابات أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد ومدينة الشيخ مسكين، ما أسفر عن سقوط جرحى في بلدة عتمان بريف درعا وسط اشتباك